في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. ولا يحمي مهنة الصحافة ويسرها من التسيب والانفلات، ولن يتحقق ذلك في تقديرنا إلا من خلال إصلاح شامل للقطاع. لأن هناك تحولات يعيشها المشهد الإعلامي الوطني ويعيشها المجتمع بصفة موازية. هذه التحولات التكنولوجية لم يعد ممكنا تعطيرها بالقوانين ولا بالإجراءات الضبطية والإجراءات الأمنية. لا بد من التربية على الإعلام، لا بد من الوعي بالإعلام في إطار ثقافة جديدة تمكننا من أن نستوعب هذه التغيرات. لا يمكن أن نعزل الإعلام عن التعليم وعن الأسرة وعن الشارع وعن الفضاء العام. الإعلام هو قاطرة، هو مكون من هذه المكونات. وبالتالي حينما نلاحظ مثلا في كثير من الدول هناك صحافة صفراء وهناك انفلات إعلامي، ولكن هناك قوة مضادة تتمثل في مستوى الوعي لدى الجمهور ولدى الشعب، مستوى التعليم، مستوى الوعي لدى الأسر. وبالتالي تكون هناك قوة مضادة تكبح جماح السيء، الجيد يتغلب على السيء. نحن مع كامل الأسف لا نتوفر على هذه الضمانات، على هذه المكونات، وبالتالي السياق هو صعب. لذلك هناك وثائق معروضة على المؤتمر على هذا المستوى تحاول أن تجد أجوبة لهذه الهواجس، لهذه الانشغالات، سواء من خلال إصلاح منظومة الإعلام برمتها، بنية الإعلام، العنصر البشري، المحتوى الإعلامي، من ينتج هذا المحتوى. وبالتالي السياق صعب، وأعتقد أن الشعار الذي طرحناه ورفعناه في هذا المؤتمر يعكس هذه الانشغال، تحسين المهنة وحماية الصحفيين. فهذه جلسة ممتعة وتبرز أن الصحفيين المغاربية والصحفيات المغربيات يعني هم في تطور مستمر، ولا بد أن ينعكس ذلك على المجتمع بأسره. اليوم كما تعلمون هناك المؤتمر النقابة الوطنية للصحافة، وهو ذكرى 60 كذلك، وتم الاحتفاء بالأخ محمد اليازغي المناضل الحر الهرم في مهنة الصحافة، الذي أعطى الكثير من أجل النضال بخصوص حرية الرأي وحرية التعبير، وقدم الكثير كذلك في النقابة من أجل تطوير هذه النقابة وتوسيع منخرطيها وكذلك تمحورها وتموقعها على الصعيد الدولي وعلى الصعيد العربي، وكذلك لعب أدوار مهمة من أجل تطوير المقاولة الصحفية، من أجل ضمان حقوق الصحفيات والصحفيين وتحسين ظروف عملهم، وكذلك العمل على تقوية البعد المؤسساتي في إطار اتفاقيات مع الدولة في هذا المجال. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.